السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. بعض الإخوة طلب مني أن أعمل فيديوهات حول الثقافة الجنسية كما وعدت، وأنا لم أنسى الموضوع، وإنما تعرفوا الوقت ساعات ما يكفيش، رغم أن العلوم الحديثة والثقافة الجنسية وآخر الاكتشافات العلمية في جميع المجالات التاريخية والنفسية والاجتماعية والسياسية هو أمر جدا مهم، خاصة أن وسائل الإعلام متاعنا ما تتكلمش على هذه الأمور، والمدارس متاعنا ووسائل التربية والعائلة لا تتكلم أصلا عن هذه المواضيع، خاصة التربية الجنسية. وحتى كان يتكلموا على المواضيع هذه فهم يتكلموا عليها من جانب ديني تقليدي. ولهذا أنا ديما نقول للشباب اللي عندهم فرصة باش يعملوا فيديوهات ثقافية وعلمية حديثة، خاصة المطلعين على اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية الفرنسية الألمانية وغيرها من اللغات، إنهم يعملوا فيديوهات تثقيفية، لأن اللغة العربية كل الفيديوهات اللي فيها هي فيديوهات تقليدية وتعلمك الجهل والتخلف. طبعا نقد الأديان والتعبير على الرأي من طرف اللادينيين وغيره هو أمر مهم جدا، ولكن لا يكفي لوحده، يجب أن يكون مصاحب لآخر الدراسات العلمية في جميع المجالات، باش الشباب متاعنا خاصة الصغير منه يطلع مخه واعي ومثقف ويكون متابع الأحداث اللي موجودة في العالم كبقية شباب العالم كل. لازمنا نفكر في الأجيال القادمة وتكون مواكبة العصر، لأن العلم كما تعرفوا ما هوش مقدس، كل يوم يتحسن أكثر وكل يوم معلومة جديدة، وكان فما خطأ يتم تصليحه، لأن العلم دائما متطور على حسب تطور الإنسان. في هذه الفيديو اليوم نحب نتكلم عن غشاء البكرة، خاصة بعد ما شفت فيديو نتاع أحد الشباب جدا مهم اتكلم فيه حول غشاء البكرة والمعلومات الغالطة. وتو نحط لكم تحت الفيديو هذا ربط هذا الشاب اللي عمل الفيديو، وانا نشجع ونعاود نشجع اي انسان يعمل فيديوهات في المجال العلمي، لان في اتم الحاجة لهذه المواضيع خاصة للشباب متاعنا. اذا سوف نتكلم في هذه الفيديو عن غشاء البكارة وتوضيح المعلومات الصحيحة والخاطئة حول هذا الموضوع. نبدأ بالنقطة الأولى، يتصور البعض أن غشاء البكارة خاص بإناث البشر فقط، ويقول البعض أن غشاء البكارة خلقه الرب عندما خلق حواء لكي تحافظ على شرفها ولكي تكون لرجل واحد. هذا يعني الاعتقاد متاع بعض الأشخاص، ويتصوروا أن غشاء البكارة خاص إلا بالإناث متاع الإنسان. طبعا هذه المعلومة خاطئة 100%، لأن هناك كثير من إناث الحيوانات الثديية لها غشاء البكارة، مثل الفيل والفيران وغيرهم من الحيوانات، ومنهم الحوت الكبير الذي بدوره له غشاء بكارة. إذن القول أن غشاء البكارة خاص إلا بالإنسان هي معلومة خاطئة 100%. أما النقطة الثانية، ما هو غشاء البكارة؟ شنو هو غشاء البكارة؟ غشاء البكارة هو عبارة على غشاء جلدي مطاطي رقيق في أغلب الحالات، وقد يكون سميك في حالات خاصة، موجود بين الثلث الخارجي والثلث الأوسط من المهبل، أي في عمق 8 إلى 10 مليمترات، أي قرابة 2 سنتيمتر، ويمكن رؤيته بالعين المجردة عندما تفتح المرأة فخذيها،
وهو في أغلب الحالات مثقوب، ولكن في حالات خاصة لا يكون فيه ثقب، والثقوب تصلح لنزول دم الحيض. النقطة الثالثة، ما هي أنواع غشاء البكر؟ أولا أنصح كل الإناث التي ما زالت تحمل غشاء البكارة أن تتعرف على نوع غشاء البكارة الذي عندها قبل أن تفقده، حتى تكون عن علم معناتها بغشاء البكارة متاحة، لأن نوع غشاء البكارة سوف يعرفها على كثير من المعلومات فيما يخص حيضها وعلى المصاعب التي سوف تتعرض لها في حالة إنها قررت إنها تفقده، وهذا ما سوف نعرفه في بقية الفيديو. إن أنواع غشاء البكارة عند الإناث كثيرة جدا، يمكن أن نقول إن كل أنثى لها غشاء بكارة خاص بها لوحدها، ولكن هناك تقريبا 7 أنواع متقاربة. نبدأ بالنوع الأول اللي هو يعتبر شاذ، هو إن الأنثى ليس لها ثقب في غشاء البكارة، وهذا يمثل خطر عند الأنثى عندما يجيها الحيض من الجمش الحيض يهبط. لهذا أنصح جميع الأمهات اللي عندهم بنات ما زالوا ما بلغوش أنهم يتأكدوا أن فما ثقب في غشاء البكارة، أو تهزها إلى طبيب نساء بشي أكد لها اللي فما ثقب، أو البنت اللي تو عمرها 10 سنين ولا 9 سنين ومازال ما جهاش الحيض تنجم تعرف هذاك وحدها، سواء باستعمال مراية أو بالتلمس بالأصابع بحذر، أو عن طريق صديقتها تطلب منها باش تشوف لها كان عندها ثقب أم لا، وهكاك تغتنم الفرصة باش تقول لها نوع الثقب على الأقل باش تعرف شنو الثقب اللي عندها. أما أنواع الثقوب اللي موجود في غشاء البكارة النجم نحدوها تقريبا في 6. هيا، الثقب الأول هو يأخذ شكل دائري، طبعا هنا الدائرة يمكن تكون صغيرة، يمكن تكون متوسطة، يمكن تكون كبيرة، ونسميه هذا النوع من الغشاء أيضا غشاء قمري لأنه يأخذ شكل القمر. النوع الثاني من غشاء البكارة نطلق عليه غشاء بكارة ذو فتحتين، أو غشاء بكارة ذو حاجز أوسط. هذا النوع من غشاء البكارة نفس الشيء، نجم يكون كبير ولا صغير ولا متوسط، المهم ياخذ هذا الشكل كما تشوفوا في الصورة. أما النوع الثالث من غشاء البكارة يطلق عليه غشاء البكارة مشرشر، أي ياخذ يعني كما زيكزاك. هذا النوع من غشاء البكارة قد يكون ضيق، قد يكون كبير شوية، قد يكون زادة كبير. أما النوع الرابع من غشاء البكارة ياخذ شكل ما يسمى هلالي، نسميه غشاء البكارة الهلالي، قد يكون زوز هلالات متجهين لبعضهم، قد يكون هلال واحد، المهم نفس الشيء، ينجم يكون كبير وينجم يكون صغير وينجم يكون متوسط. ثم هناك غشاء بكارة آخر اسمه غربال، يعني غشاء بكارة غربال يكون منقب، فيه ياسر نقب، والنقب نفس الشيء تنجم تكون صغيرة تنجم تكون كبيرة على حسب نوع النقب. وهناك نوع سادس يطلق عليه غشاء البكارة المفتوح، وهذا النوع من الغشاء عبارة أن الغشاء كله مفتوح، يعني هناك نساء يعني يتولدوا بهذه الطريقة كأنهم ما عندهمش غشاء بكارة أصلا. طبعا كما أن هناك نساء تولد بدون غشاء بكارة أصلا، ما عندهاش أصلا. وطبعا هذا النوع من الثقب أو الثقوب قد يكون طالع الفوق شوية، قد يكون في الوسط، قد يكون لتحت، قد يكون يميل على اليمين، قد يكون يميل على الشمال، المهم الأنواع كثيرة. وهذا ليفسر أن بعض النساء وقت يجيهم الدم، فما الدم يجيها على اليمين، فما الدم يجيها في الوسط، فما الدم يجيها من فوق، وهذه كلها
تجعل إن أنواع غشاء البكارة كل نوع لوحده، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار سمك جلدة غشاء البكارة. في بعض الحالات يكون غشاء البكارة، جلدة متاع غشاء البكارة بحد ذاتها تكون غليظة. وللعلم هوني إن الأنثى على قد ما تكبر في العمر على قد ما غشاء البكارة يكون أكثر سمك، لهذا الأطباء يعني ينصحوا إن الأنثى تفقد غشاء البكارة في عمر مبكر، يعني 16 17 18 يا سيدي حتى 20، مش تخلي حتى 25 و30 سنة باش تفقده، لأن يصبح أكثر سماكة وهذا يسبب لها أكثر تعب. طبعا ونتيجة الثقافة التقليدية في المجتمعات متاعنا اللي تعتبر غشاء البكارة هو شرف الأنثى وشرف العائلة، التأخير في إزالة غشاء البكارة يسبب أيضا مشاكل نفسية كبيرة من جهة، وتأخر الأنثى في معرفة الجنس الذي لا يمكن أن تعرفه الأنثى فعليا إلا بإزالة غشاء البكارة ويقع إيلاش. طبعا هذا موضوع آخر، خليتو نعملوا عليه فيديو آخر حول العلاقة الجنسية واللذة التي يمكن أن تحصل عليها المرأة بعد أن تزيل غشاء البكارة وقبل، وكل هذه المواضيع حول ما يسمى بالاستمناء نخليوها في فيديوهات أخرى. خلينا هون نكمل الحديث عن غشاء البكارة. أما كبر غشاء البكارة تقريبا سنتيمتر، وكما قلت الثقوب تختلف. وهنا بعض البنات تسأل هل يمكن أن تستعمل السدادة القطنية وهي مازال عندها غشاء البكارة؟ الجواب نعم، في بعض الحالات عندما تكون الثقوب كبيرة أو يكون ثقب كبير تنجم تعمل سدادة قطنية وتبقى عذراء. كما يمكن أن يدخل في مهبل المرأة الذكر أو أي شيء آخر أو الإصبع بمقدار كما قلت لكم 8 مليمتر إلى 2 سنتيمتر دون أن تفقد الأنثى غشاء البكارة. أما المسألة الرابعة هي فقدان غشاء البكارة. طبعا هناك الطريقة العادية هي بممارسة الجنس مع رجل، ولكن يمكن للأنثى أن تفقد غشاء البكارة بعدة طرق، منها بإصبعها طبعا أو بطريقة يعني طبيعية. النساء اللي يستعملوا الرياضة أو اللي يتحركوا ياسر ينجموا يفقدوا غشاء البكارة بدون أن يعملوا حتى شيء. كما قلت لكم فما شكون اللي تولد بلاش غشاء البكارة جملة واحدة، كما أن النساء اللي عندهم غشاء البكارة مفتوح يمكن أن يمارسوا الجنس ويبقوا عذراء، لأن كما قلت لكم هذا الغشاء هو عبارة على جلدة مطاطية تتسع مع الوقت. هناك بعض النساء يعني يمارسوا مرة ولا مرتين الجنس من بعد يتوقفوا مدة طويلة، فيرجع غشاء البكارة خاصة عندما تكون عملت علاقة برفق، يعني علاقة جنسية برفق بدون عنف، يعني موقعش تمزق كامل لغشاء البكارة. هناك ياسر نساء تعمل جنس مرة وزوز وثلاثة وبعد توقف عامين ثلاثة يرجع لها غشاء البكارة، لأن كما قلت ونعود نقول هي عبارة على جلدة مطاطية وتنجم المرأة تمسه بصبحها بالسياسة وتشوفه كيفاش هو مطاطي. طبعا هنا على حسب يعني خشن غشاء البكارة والحالات كثيرة جدا. أما النقطة الخامسة هي إعادة غشاء البكارة. طبعا هناك عدة طرق لإعادة غشاء البكارة، منهم الطرق الطبية ومنهم الطرق الغير طبية اللي هي متاع ما يسمى بالفقهة. الفقهة عندهم تقريبا 25 طريقة لاسترجاع غشاء البكارة، منهم طريقة كان يستعملوها الفراعنة قبل، على خطر الفرعون كان يحب يرقد مع جارية من الجواري متاعه ويحب
من بعد ترجع له عذراء، ديما عذراء. فهناك طرق يعيدون غشاء البكارة كما ولدتها أمها. طبعا أنا هوني مانيش باش نتكلم في الموضوع هذا، أما هناك عدة طرق لاسترجاع غشاء البكارة، وهناك أيضا حيل تستعمل باش المرأة وقت تتزوج حتى كان ما هيش عذراء الراجل ما يفطنش بها اللي هي ما هيش عذراء. هناك عدة طرق، وطبعا هذا مش موضوعنا، أما كما قلت لكم تنجم بسهولة تامة تضحك على الراجل وتخليه يعتقد اللي أنت عذراء رغم اللي أنت شابعة جنس. إذا الرجال اللي يسخايب المرأة العذراء هي مرأة عمرها ما مارست الجنس هو غالط، لأنه يمكن أن تكون مارست الجنس من خلف، يمكن أن مارست الجنس بطريقة لم تفقد عذريتها، أو أنها فقدت العذرية متاحة وهي من بعد عملت عملية وإلا عملت طريقة وإلا حيلة وإلا أي شيء باش تخليك تتصور أنها عمرها ما مارست الجنس. كما يمكن أنك تلقى امرأة ما هيش عذراء، يعني ما عندهاش غشاء البكارة، وهي بالفعل عمرها ما مارست الجنس، فقدتها في الرياضة وإلا تولدت بلاش غشاء بكارة أصلا. إذا فكرة أن غشاء البكارة يدل على العفة والشرف هي فكرة غالطة أصلا. النقطة السادسة اللي يتصورها بعض الرجال اللي معناتها نحكي معاهم خاصة في المجتمعات متاعنا، يقول لك كي ناخذها معناتها عذراء تقعد معايا العمر كله، على خاطر المرأة عمرها ما تنسى الراجل الأول اللي نحالها غشاء البكارة. هذا مش صحيح، لأن كما قلت لكم فما حيوانات عندهم غشاء البكارة، ولكن وقتها يرقد معاها الحيوان اللي من جنس الذكر تمشي مع حيوان آخر، وعمره ما كان غشاء البكارة هو سبب تعلق الأنثى بالذكر، بل المعاملة. بل نأكد لكم أكثر من ذلك، أن كثير من النساء اللي نحكي معاهم يقولوا لي أنهم يكرهوا الراجل اللي نحالهم غشاء البكارة، وأنهم يتمناوا أنهم ما عملوش معاه العلاقة الجنسية. إذن عمره ما كان طرف جلدة هي اللي تخلي المرأة تتعلق بالراجل، وإنما عوامل أخرى أهم، وهي تعامل إنساني مع المرأة باش المرأة تحبه وتبقى معاه، مش مجرد جلدة هي اللي تخليه تبقى معاه. هذا ما هو إلا تفكير تقليدي جاهلي متخلف يتصوروه ياسر رجال، وحتى يتصوروه مع الأسف ياسر نساء. إذن غشاء البكارة عمره ما كان هو الرابط اللي يربط المرأة بالراجل، وإنما التعامل والعلاقة الحميمة من بيناتهم. هذه مسألة جدا مهمة لازم يعرفوها الشباب امتاعنا. ونزيدكم معلومة أخرى، إن غشاء البكارة ماشي ويتنحى، هو يتسمى من بقايا عالم الحيوان، كيف وكيف المصرانة الزايدة وكيما العضلة اللي موجودة في الأذن وكيما زرسة العقل، خاصة مع المرأة توا ولا تتحرك ياسر ولا تمارس الرياضة. إذا هذه الجلدة اللي يسميها غشاء بكارة ليس لها أي قيمة، بل هي سبب كثير من المشاكل النفسية والجنسية في المجتمعات متاعنا. لهذا أنا أنصح جميع البنات خاصة اللي في العمر الصغير 16-17-18 سنة أنهم ينحيوا هذه الجلدة ويرتاحوا منها ويمارسوا الجنس بكل حرية وبكل تلقائية على حسب الرغبة متاعهم، باش يتعلموا ويصبحوا نساء أتم معنى الكلمة. حتى في نهار اللي تحب تختار رجل تعيش معاه ولا تعرس بيه تكون عارفة شنو الجنس وعارفة شنو الراجل وفاهمة. طبعا احنا هذا صعب في مجتمعاتنا، خاصة الرجال متاعنا يعني جدا مع الأسف متخلفين. وطول نتكلم على الموضوع هذا، تنجم المرأة تنحي غشاء البكارة بصبحها وحدها، ما هيش محتاجة الرجل. ولكن حتى مع تنحية غشاء البكارة لازم
معناتها نتكلم فيه لأن أيضا موضوع جدا مهم. النقطة السابعة هي تنحية غشاء البكارة. طبعا كثير يتصور أن المرأة وقتها تفقد غشاء البكارة يهبط الدم، وهذا مش صحيح. كما قلت لكم على حسب نوع غشاء البكارة، هناك ياسر نساء لا تفقد دم ولا تلقى وجيعة ولا حتى شيء، فما ياسر نساء تخاف من الوجيعة. طبعا الوجيعة هي مرتبطة بنوع الطريقة متاع تنحية غشاء البكارة. المرأة على قد ما تكون تحب الراجل وتثق في الراجل، والراجل يكون أكثر حنون وأكثر يعني يمشي معها بشوية بشوية، تكون ليس هناك آلام إلا في حالات خاصة جدا عندما يكون غشاء البكارة خشين أو يكون الثقب فيه معناتها جدا ضيق. أما في أكثر الحالات تنحية غشاء البكارة أمر بسيط، خاصة كيكون فما توافق من بين الذكر والأنثى. هوني ننصح الأنثى اللي تحب تنحي غشاء البكارة مع ذكر، يعني ما تنحيهش وحدها، إنها تختار راجل تثق فيه، راجل تحبه، راجل يعني يكون معناتها يلبي لها كل رغباتها ومستعدة نفسيا وتكون قابلة باش تنحي غشاء البكارة، وما تعملش هذيك الطريقة يعني عمدا أو بالقوة أو غيرها. استعمال القوة في تنحية غشاء البكارة، وهذا الكلام موجه للرجال أيضا، لأن هناك الرجال يصخيب روحه راجل كي نحي غشاء البكارة ضربة واحدة. بالعكس، الراجل لازم يسايس على المرأة بشوية بشوية، حتى نهارين ثلاثة، مرة مرتين، أكثر من مرة كان يلقى شوية صعوبة، لأن هذا الرفق في تنحية غشاء البكارة سوف يؤثر على الحياة الجنسية متاع المرأة حياتها كاملة. الإناث اللي يتعرضوا لعنف كبير لتنحية غشاء البكارة مع ذكر، سواء يعني الراجل عنفهم أم هما تعمدوا باش ينحيوه بالقوة، يعني كيما نقولوا احنا غانوا بالتونسي، يعني هي تحب تنحيه تقولوا نحيهولي بالقوة، فهمت؟ هذوما تأثر على حياتهم الجنسية، يا إما يتحولوا إلى نساء يحبون العنف الجنسي، وإما يتحولوا إلى نساء يبردوا جنسيا، يعني المرأة تتعقد جنسيا. لهذا نقول ونعاود، تنحية غشاء البكارة لازم يكون في ظروف ملائمة، ويكون في حالة نفسية للمرأة والراجل إنهم مستعدين لتنحية هذا الغشاء وممارسة الجنس بطريقة عادية. من بعد مع الممارسة بالوقت بالوقت، كل أنثى تكتشف شنية الرغبات متاحة الجنسية وتطور فيها، وهذا طبعا موضوع آخر. ما لازمش يكون غشاء البكارة هو اللي يحدد توجهها الجنسي، لازم يكون هي مرحلة عادية باش نحيه، كيما نقولوا احنا الباب اللي باش تدخل بيه العالم الجنس. النقطة الثامنة، يتساءل البعض علاش بعض الثدييات ومنهم طبعا البشر، نساء البشر، عندهم غشاء بكارة، شنو المنفعة متاعو هذا الغشاء وعلاش هو موجود؟ العلم يجيب حول هذا السؤال فيقول، احنا نعرف اللي المولود في الاول ما يتحددش الجنس متاعه ذكر ام انثى، من بعد وقت يبدا يتكون هل هو ذكر ام انثى، نعرف ان الجهاز التناسلي للذكر يخرج الى الخارج، بينما الجهاز التناسلي للمرأة يدخل الى الداخل. واحنا نعرف ان الجهاز التناسلي ما يسمى الذكر عند الرجل عنده البويضتين، وعنده هذيك الشكارة اللي تغطي البويضتين، وقتها يتجه إلى الداخل هذيك الشكارة هي اللي تتحول غشاء بكارة. أما السؤال معناتها في نفس الموضوع، شنو منفعته غشاء البكارة عند المرأة؟ هنا مثلا عند الحوت الكبير البالان، غشاء البكارة يصلح باش يحمي الجهاز التناسلي متاع البالان الحوت الكبير من دخول الماء، فيكون عبارة على واقي،
وكذلك عند الأنثى، هذا الغشاء عبارة على أنه يحمي الفرج من دخول الجراثيم خاصة في سن متقدم. وانتم تعرفوا اللي البشر في الأول كانوا يمشي وعرايا، إذن هذا عبارة على حماية للفرج متاع الأنثى، بينما الآن الأمر يختلف، ولينا نلبسوا الحوايج ولينا نعتنيوا بنفسنا وهناك فما نظافة وغيرها. إذن هذا الغشاء لم يعد له أي قيمة. لهذا أقول إن العلم يقول إن غشاء البكارة سوف ينتهي مع الوقت، وهو من بقايا عالم الحيوان. إذن أختم هذه الفيديو بالقول إن غشاء البكارة ليس له أي قيمة إلا في العقول المتحجرة، والذي عندهم غشاء من الجهل على عقولهم، سواء الرجال سواء النساء. وهنا حبيت نذكر حاجة، إن مسألة مثلا ما يسمى التصفيحة، يقول لك امرأة مصفحة، هي مسألة نفسية 100%، يعني دخلوها في المرأة في مخها اللي هي مصفحة، بطريقة إن العضلات متاع المهبل متاعها أو الفرج متاعها يكونوا معنتها مكبوسين في أي قرب مع رجل، إلا في حالات خاصة إنهم يحاولوا باش يقنعوها إنهم نحاولها الصفيحة، أو هي تتقوى على روحها وتنحي هذه الأفكار المتخلفة باش تنجم تمارس الجنس بطريقة طبيعية. إذن ما يطلق عليه التصفيحة هي مسألة نفسية، ولهذا أؤكد وأعيد التأكيد إن الأنثى اللي تحب تنحي غشاء البكارة مع ذكر إنها تكون في حالة نفسية مرتاحة، وإنها تختار الشخص اللي هي ترتاح ليه، ما تختار الشخص هو يحبها ولا هو يرغب فيها، لازمها هي ترغب فيه وهي اللي تحب تنحي معاه غشاء البكارة، باش يكون تنحية غشاء البكارة بطريقة سهلة وبسيطة، رغم ان فما حالات تكون فيها صعيبة شوية، اما كالراجل تكون تحبه وهو طبعا لازم يكون يحبها باش يساعدها وباش يفهمها. وهذه المعلومات اللي قلتها في هذه الفيديو ليس خاصة بالإناث فقط، بل حتى بالذكور، لازمهم يعرفوا وقتها يتعاملوا مع امرأة ولا وقتها يتلقوا مع امرأة يحبوها ويحبوا يمارسوا معها الجنس وينحيوا لها غشاء البكارة، يكون يعرف كل المعلومات هذه. لازم يعرف نوع الغشاء متاعها، لازم يعرف حالتها النفسية، لازم يساعدها، لازم بالشوية بالشوية، مش كما نقوله وإحنا شقوا دقوا وزعمة زعمة هو راجل وهو زعمة نحى الغشاء البكارة للمرأة. هذا تفكير جاهلي ومتخلف. هذا الراجل هو بيدو عنده غشاء جهل وتخلف على المخ متاعه، يعني يمشي لازم يعالج روحه وإلا يثقف روحه قبل ما يعمل علاقة مع أنثى. نظن إذن اتطرقت لموضوع غشاء البكارة من جميع الجوانب متاعه، وطبعا كان عندكم أسئلة خاصة فيما يخص هذا الموضوع يمكن أن تكتبوا الأسئلة متاعكم ونحاول نجاوبكم على حسب المعرفة متاعي. ونقول لكم إن الثقافة الجنسية جدا مهمة للذكور وللإناث، خاصة الشباب الصاعد الآن، لأن الأفكار التقليدية والدينية اللي عبّونا بها مخاخنا ليس لها أي أساس من الصحة، وإحنا كجيل عانينا منها وما نحبوش الأجيال القادمة تعاني منها. نحي عليكم فكرة غشاء البكارة أنها تمثل الشرف وشرف العائلة وهذه الأفكار المتخلفة، لازمها المرأة تعيش التجربة الجنسية متاعها وتتعلم منها، باش نهار آخر وقتها تختار راجل باش تعيش معاه وباش تكون معاه أسرة تكون عارفة شنو اختارت، مش تختار هكاكة ولا مجبورة. راهو هذه مسألة جدا مهمة للأجيال القادمة. المهم
مع فيديو قادم حول الثقافة الجنسية، كل مرة نتطرق لموضوع معين. وشكرا على التشجيع، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.